قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، من سرها فقد سرني، ومن ساءها فقد ساءني. فاطمة أعز الناس علي. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا، برنامج وأنبت العصر كسرا. أولى فقراتنا لهذا اليوم فقرة هبات كوثرية، فإلى هناك. وإنما خلال مسيرتي بالحياة وجدت أن الزهراء هذه الأمرأة العظيمة التي جسدت بالحياة والقواعد بالحياة وثبتت قواعد كثيرة، واستندت على الزهراء في عدة أمور بحياتي، ومنها طلبت عدة طلبات منها وهو التعيين، وجرى ذلك خلال مسيرتي في طريق الإمام الحسين حينما طلبت من الإمام الحسين بجاه سيدتي وملاتي الزهراء، وتحقق هذا الحلم من سيدتي وملاتي فاطمة الزهراء. وكذلك طلبت عدة طلبات من خلال مسيرتي في طريق الإمام الحسين الذي هو طريق الأحرار وطريق الرحمة الإلهية. علاقتي مع مولاتي الزهراء علاقة منذ الصغر، كنت أسمع دائما والدتي تلهج بها، فكان لدي الفضول بأن أعرف ما هذه الإنسانة. بفضل الله عندما كبرت وترعرعت على هذه التربية عرفت ما هي الزهراء وما قدسية هذه المرأة العظيمة، فكان توسلي دائما بالله بها، إلى أن وصلت في يوم من الأيام، كنت منشد حسيني ولا زلت الحمد لله، فدائما المنشدين يكون ارتباطهم عظيم بالزهراء، كون كل مجالسنا هي الزهراء حاضرة فيها. فحدثت بعض الأمور التي اضطرت بها أن أعتقل، بقيت فترة من الاعتقال، وأثناء الاعتقال وصلت لي قصيدة فتوسلت بالزهراء بهذه، فقلت بها: ما أجامل ما أجامل فاطمة الزهراء مظلومة وشهيدة، ما أجامل الرضا والمرضى هاي العقيدة، لا تقيل لي القصيدة طائفية، الطائف اللي يدفع الباب على الزكية، ما أجامل. سبحان الله، بعد يومين فقط وإذا اسمي من ضمن الذين يخرجون من السجن. الشكر لله وللزهراء. كما ورد في الروايات أن رجلا جاء إلى الإمام الصادق سلام الله عليه يشكو عدم استجابة الدعاء، أن له حاجة متعسرة ولم تقضى له، فقال له: إذا تعسر عليك أمر فقل: اللهم إني أسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، فهذه تكفي في قضاء الحوائج، وفعلا هي من المجربات. أما من المعاجز والكرامات المادية، فقد روي أن رجلا غريبا دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا رسول الله، أنا رجل غريب وقد نفذت نفقتي، أريد دابة ترجعني إلى بلدي، وأريد كسوة إلى بدني وطعام يشبعني. فأشار إليه أن يذهب إلى بيت فاطمة سلام الله عليها، وفعلا أعطته الزهراء عقدا كان قد أهدته فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. فلما جاء بالعقد سأله رسول الله صلى الله عليه وآله: هل وجدت ضالتك؟ قال: لا، لقد أعطتني عقدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو تشارك أهل الأرض بهذا العقد لوقاهم نار جهنم. فسمع عمار بهذا الخبر فقال له: بكم تبيع هذا العقد؟ فقال: أبيعه بشبعة بطني وكسوة بدني ودابة تردني إلى وطني. فاشتراه منه وأعطاه إلى غلام له، قال: اذهب إلى فاطمة وقل لها هذا العقد لك وأنا عبد لك. فذهب الغلام فقالت: أما العقد فنعم، وأما أنت فحر لوجه الله. فرجع الغلام وهو يقول: ما أبرك هذا العقد، لقد رد غريبا وأشبع جائعا وكسى عريانا وأعتق مملوكا ورجع إلى صاحبته ولم يصبه شيء.
كان في ضلعها سر من الأسرار كسر ليبوح بلعن الله ظالميك فاطمة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأنتم ترافقونا في هذه اللحظات التي نستشعر بها بظلامة سيدة نساء العالمين. اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي العزيزة الباحثة الإسلامية الدكتورة مريم الياسري، وأقول لها عظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أختي الفاضلة، وحيا الله مشاهدين الكرام عبر قناتكم الموقرة، وعظم الله لكم الأجر ولجميع المؤمنين والمؤمنات بذكرى استشهاد أمنا الزهراء صلوات ربي وسلامه عليها. سلام الله عليها. ست مريم، في الحقيقة أنه عمر السيدة الزهراء عليه السلام عمر قصير، وهذا لا يخفى على أحد، لكن الملاحظ أنه السيدة وصلت إلى أهدافها السامية وإلى غاياتها الكبيرة عبر هذا العمر الصغير. إذن السؤال الذي يطرح الآن، كيف استطاعت أن تصل الزهراء عليه السلام عبر خطة خاصة إلى أهداف كبيرة وأهداف امتدت على مرأة ومسمع المسلمين من ساعة استشهادها وقبل استشهادها إلى هذه اللحظات وإلى يومنا هذا؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أجدد لكم التعازي ولكل من يشاهدنا عبر قناتكم الموقرة بذكرى استشهاد مولاتنا الزهراء سلام الله عليها. طبعا الزهراء سلام الله عليها المرأة النموذج الأكمل بالنسبة للرجال وللنساء، هي سيدة نساء العالمين أي نعم، ولكنها قدوة للرجال أيضا. نعم. بما خططته فاطمة، بما أرادته فاطمة، بما فعلته فاطمة سلام الله عليها. نحن نقول اليوم نحتاج إلى نموذج فاطمة. لماذا الله خلق فاطمة؟ لماذا وجدت فاطمة؟ لماذا قامت ما قامت به فاطمة؟ لتكون النموذج الأكمل للعالم وليس للمرأة فقط. إذا نحن اليوم عندما نعود إلى سيرة الزهراء سلام الله عليها ونحاول تسليط الضوء على فقرات في حياتها، وليس طبعا هناك الكثير من الأسرار التي لم تظهر إلى العيان وهي في سجل مولانا صاحب العصر والزمان سلام الله عليه. إذا هناك أسرار من حياة الزهراء نورانية وسماوية، سر إلهي إلى الآن مخبأ عن العالم أجمع لقدسية هذه المواقف، لأن العقل البشري لا يتحمل ما ذكر في سجل صاحب الزمان سلام الله عليه وما خفي عنا. اليوم نحن نريد أن نخطط لحياتنا اليومية، أن نكون مستفيدين فعلا من حياة فاطمة ومن نموذجها الأكمل سلام الله عليه. سلام الله. كانت الزهراء تفعل ما تريد، ولماذا؟ لأنها تعرف ما تريد. اليوم الفارق بين الفاعل الحقيقي، أو طبعا هو لماذا يسمى بطل التاريخ؟ من فعل فعلا حقيقيا يسمى بطل التاريخ، يعني بصمة كبيرة واضحة. أحسنتم، هناك حدث كبير، حدث ما أنجزه الإنسان ليكون مثلا سجل الكثير من القادة مثلا الغرب أو سياسة والسياسيين مثلا، وكذلك قادة الحروب سجلوا بأنهم صانعي التاريخ. لماذا؟ ما الإنجاز الذي فعلوه؟ مرة الإنسان يقوم بواجبه، ومرة لا، يفعل فوق الواجب. لماذا؟ ليريد أن يثبت مصداق حقيقي لما يؤمن به وللمبادئ التي يعتقد بها. الزهراء سلام الله عليها فعلت فوق الواجب. لماذا؟ لأنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بإمكان الزهراء أن تكتفي بأنها بنت النبي وبالعصمة معصومة بالعصمة الكبرى. بهذا تساوت مع من؟ تساوت مع أمير المؤمنين، وتساوت بنسبة أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أولاد فاطمة. ولولا فاطمة لم يخلق الله الكون، لأنها أم الأئمة سلام الله عليهم. سلام الله عليهم. إذن مرأة بهذه الإمكانية ليس بحاجة لأن تثبت للمجتمع بأنها نموذج متكامل، أو لأنها ذو عقلية فذة، أو لأنها أو لأ. لا، ليس بحاجة إلى ذلك كله. إذن بهذه السمات وبهذه الصفات استطاعت أن تنهض بهذا العمر القصير بكل ما عليها، تطبيقا لرسالة الإسلام وتطبيقا لما جاء به القرآن الكريم. عملت فاطمة بموجب الواجب الشرعي وكذلك الواجب النفسي والروحي، بأن تثبت للمجتمع بأن المرأة وبأن الإنسان قادر على فعل كل شيء ما يرضيه الله سبحانه عز وجل. لو كانت تريد أن تكتفي بالقانون الشرعي كانت بإمكانها أن تقتصر على حضورها بين رسول الله وكان عبادة سلام الله عليهم، وكذلك
تطبيق ما يريده النبي كان أيضا عبادة، بإمكانها أن تلتزم بذلك، ولكن فعلت فوق ذلك بكثير لأن تقول للمرأة وللرجل بأن الإنسان عليه واجب قدسي ووجوده وجود سماوي، عليه أن يؤدي الرسالة السماوية التي ألقيت على على عاتقه. لم يخلق الله فاطمة عبثا، ولم يخلقني ولم يخلق باقي البشر عبثا. إذن علينا أن ندرك ماذا؟ ندرك قيمة الوجود الإنساني حتى نعرف ما نريد ونقوم به لنكون مستثمرين للوقت الحقيقي. أحسنت. كما قامت فاطمة سلام الله عليها. أحسنتم كثيرا. بالعودة إلى صلب السؤال الذي طرح، هناك من يقول أن الوقت ليس له محدودية الآن، وأصبحنا عبارة عن قرية صغيرة نتداول فيها المعلومات، نتداول فيها بقية الأمور الحياتية، لكن سلام الله عليها فاطمة استطاعت بهذا العمر الصغير وبهذه الأيام المعدودة أن تكون موسوعة خاصة للبشرية أجمع. طيب أنا لو عدت اليوم ألاحظ أنه أقارن ما بين حياة الزهراء عليه السلام وحياة الفتاة المسلمة، ألاحظ أنه جانب الاستثمار قد يكون ضعيف جدا في حياة هذه المسلمة إذا ما قارناها بحياة الزهراء عليه السلام. الخلل يكمن في أين دكتورة مريم؟ سلام الله عليها. لو نعود إلى عمر الزهراء حين إنجاز هذا الكم الهائل من الإنجازات والأعمال والموسوعات كما تفضلتي، طبعا ليس موسوعات علمية بل موسوعات مشاريع قامت بها الزهراء سلام الله. الزهراء حياتها تأسيسية وتأصيلية أيضا وتنفيذية كذلك، وطبعا التنفيذ يمتد إلى يومنا هذا. لو نعود إلى 18 سنة، هذا العمر حتى استشهاده سلام الله عليها، نحن إلى الآن الفتاة ترى نفسها مراهقة وترى نفسها في عمر يافع. الآن المرأة مقبلة، البنت الشابة مقبلة على مرحلة مهمة وهي شبابها، وتريد أن تعيش هذا الشباب بكل ما أمكن وبكل ما متاح أمامها. لكن هل فكرت الشابة أن تستثمر هذا الوقت وأن تخطط له؟ اليوم بما تفضلتم أين الفارق وأين الخلل بعدم تقسيم الوقت بل عدم استثماره؟ لماذا؟ عندما لا أدرك أهمية وجودي ولا أدرك أهمية عقلي ولا ألتفت إلى النماذج الكاملة في حياتي، من أين تأتي القدوة؟ وعلى من أستند في تخطيط حياتي إن لم يكن لدي قدوة؟ إذا لم ألتفت إلى الزهراء سلام الله عليها، وهي ما التفت إليها الأئمة سلام الله عليهم، كانوا يستشهدون بأحاديثها وكانوا ينظرون إلى جزئيات حياتها، كيف كانت تستقبل أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكيف كانت لا تشعره بألم وحزن وبمصاب أو بمشاكل أو عوز البيت كما نفعل نحن اليوم. نحن اليوم الزوج أو الأب أو الابن في العمل وتليفونات متواصلة، ابنك فعل كذا، المشكلة الفلانية، الحاجة مثلا الفلانية انتهت من البيت، خب هو بالعمل يؤدي واجب. الزهراء كان عندها نواقص، خو كان عندها نواقص، كان عندها احتياجات، يقينا احتياجات، ولكن كانت تراعي الجانب الشرعي بتخفيف الهموم وتخفيف الحياة، بحيث كان يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه كانت هموم الدنيا تزيل بنظرة إلى وجه فاطمة سلام. أي نظرة وأي وجه نوراني كان، من أين أتى النور لفاطمة بغض النظر عن الجانب الإلهي وهي العصمة ونسل رسول الله والقدسية؟ من إيمانها سلام الله عليها. إنسانة بهذه القيم يقينا تحترم الوقت وتقدس هذا بأنه هبة من الله سبحانه عز وجل، والوقت هو نعمة من الله. لا نعتبر بأن الوقت زمان متاح لنا من وضع القانون الوضعي مثلا، لا، الزمان وهذا الوقت عندما يسأل الإنسان يوم القيامة وشبابك فيما أفنيته، هذه المرحلة خطرة جدا، معناته الله سبحانه عز وجل يركز عليها ويقول شباب إذن علي أن أحضر الأجوبة لذلك السؤال. نعم. حقيقة أحسنتم. لو نفكر بهذه القضية بأني أسأل يوم القيامة عن مرحلة الشباب لجريت بشكل كبير وأتسارع مع الدقيقة لأستثمرها حتى أقول بأني استثمرت وبأني فعلت وبين. للأسف نلاحظ أنه شبابنا هناك في هذه الأيام سطحية بالتعامل مع وتشتت الوقت. بالأفكار للأسف. وعدم وجود أهداف كبيرة وسامية. بالعودة إلى موضوع آخر دكتورة مريم، لاحظ أنه من المسؤوليات اللي نهضت بها السيدة زهراء عليه السلام هي مسؤولية الرسالة السماوية، كونها غاية الغاية، وكما في الأحاديث لولاها لما خلق الله خلقه. لكن الغريب في الأمر، لاحظ أنه السيدة زهراء عليها السلام نهضت بجانب كبير وساندت والدها عليه الصلاة والسلام بهذا الدور الرسالي. كيف أصبحت الزهراء هي السند والركن الأساسي للرسالة السماوية؟
طبعا عبارة لطيفة جدا أنطلق منها من عبارتكم غاية الغاية. إذن هناك غاية سامية جدا للزهراء سلام الله عليها، وهي التأصيل والتأسيس للإسلام. لو لم يكن لفاطمة شعور بحجم هذه المسؤولية الكبيرة التي ألقيت على عاتقها لما امتثلت فاطمة لهذا التكليف. طبعا هو تكليف شرعي، يعني هذا منتهين من عند القضية، ولكن لماذا فاطمة كلفت بأن تخرج وتؤصل وتنادي، طبعا تنادي بحقها وحق أولادها، بل إنها خرجت عن ما مألوف في المجتمع بأن الزهراء تخرج مداعية بشيء ما. الزهراء سلام الله عليها عالمة غير معلمة، هي لا تحتاج إلى معرفة الحدود الشرعية كونها هي الشرع وهي الدين وهي أساس الإسلام. لولاها لما خلق الله الكون، أي إنها أم الأئمة سلام الله عليها، وهي من أصلت للرسالة السماوية ومصاديق القرآن الكريم في خطبة فدك وفي خطبها وأحاديثها البقية. هي من كانت مستند حقيقي لأحاديث ورسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد من وجود مكمل لما بدأه وأسس له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فاطمة سلام الله عليها كانت مدركة لأهمية خروجها سلام الله عليها، ولكن لماذا خرجت فاطمة؟ هل هناك سبب يستدعي خروج الزهراء سلام الله عليها بنت رسول الله؟ هل كان الأمر طبيعي جدا بأنه يستدعي إلى فاطمة خروج فاطمة؟ هل خرجت لوجود أمر طبيعي أم وجود أمر غير طبيعي وغير معتاد عليه؟ ولولا خروج فاطمة لما حفظ الإسلام، وليس فقط لما خلق الكون، لما حفظ الإسلام. لأن فاطمة عندما خرجت وقت اعلموا إني فاطمة، من لا يعلم فاطمة؟ من لا يعلم من هي فاطمة؟ ولكن إذن ماذا تريد من هذه العبارة؟ تلقي الحجة سلام الله عليها، تلقي الحجة عليهم وتقول اعلموا إني فاطمة، وتستدرك أيضا بالخطبة وفيها جانب التوحيد وجانب الفقه والأصول وجانب الأسرة وجانب تعريف المجتمع بأني بنتي رسول الله، وهذا رسول الله ليس إنسان عادي، صاحب الرسالة ومن نزل عليه الوحي ومن خصه الله بالرسالة ومن إلى ما نهاية الخطبة ونهاية الحدث الأكبر الذي تجسد بخروج الزهراء سلام الله عليها. كانت جميع كلمة، كل كلمة خرجت من فم فاطمة كانت هي حجة عليهم حتى يوم القيامة، لا تترك لهم مجال للتبرير والتنصل من الاعتداء عليها أو من حجم المصاب الذي والجريمة التي ارتكبوها بحق الزهراء سلام الله عليها. لو كان خروج فاطمة غير مبرر لما أقدمت الزهراء على هذه الخطوة. أمير المؤمنين موجود والحسنان أيضا موجودين، كان بالإمكان أن تستند إليهم، ولكن فاطمة هي صاحبة الحق. لماذا؟ لأن عندما يخرج أمير المؤمنين مطالبا مثلا بأرث فدك، أول حجة تلقى عليه أنت مو صاحب الحق، أنت مو صاحب الأرث، هناك من هو صاحب حقيقي وغير يعني غير متثاقلة أو إنها غير قاصرة عن المطالبة أو الخروج. قضية ثانية، من اعتدوا عليها وخرجت وراءهم لم يأتوا إلى دارها زيارة عادية مثلا وتستدعي صاحب الدار أو الأولاد ليقوموا مثلا بالترحيب والاستقبال وما شابه ذلك وحفاوة مثلا التعارف أو التعاون أو حتى تقديم خدمات معينة. نعم، لكنهم هجموا على دارها سلام الله عليه، بهجوم مباشر وبإباحة لحرمة رسول الله، هذا الباب المقدس الذي طالما بيت ناشد الرسول عليه الصلاة والسلام في مرارا عديدة جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومرارا عديدة كان هذا المجلس أو هذا البيت مجلسا للحديث والرواية وتفسير القرآن الكريم، وكان منبرا أيضا للدعوة الإسلامية، وكذلك كان بيتا حنين في الجانب الإلهي والروحي والعطف الذي كان يحمله أهل البيت سلام الله عليهم على السائل وعلى الفقير وعلى المريض. ما الجرأة التي كانت لديكم حتى تعتدوا على حدود الله سبحانه عز وجل بأنكم اقتحمتم بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. دكتورة مريم، نبقى في هذه الأجواء والسؤال هنا، لقد أوجب الله سبحانه وتعالى القتال على الرجال دفاعا عن الرسالة السماوية، لكننا نلاحظ سمة أخرى للجهاد والدفاع عن الحق بأعظم تجلياته في حياة فاطمة صلوات الله عليها. أيضا هناك مسوغ شرعي لهذا الجهاد الذي يوازي جهاد الرجال وخروجها من الدار وصولا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي قلبت
الآية وقلبت المعادلة في هذه الخطوة وأصبح للجهاد باب آخر. شخصية كالزهراء سلام الله عليها عارفة بالحدود الشرعية وعارفة بالواجب الإلهي وعارفة أيضا بما متاح وما مقبول وما واجب، عندما تقوم بأي حركة فإنها تعتبر لزاما شرعيا لبني البشر بأنه كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حجة شرعية على بني آدم. عندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، هذا ليس بحديث سهل أو حديث عادي أو عابر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما كان النبي الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه يصطحب النساء متعارف عليه لمداوات الجرحى ولتحضير المؤونة والطعام وما شابه ذلك للمؤمنين المقاتلين إلى غير ذلك، لكن عندما تصل المرحلة إلى طريق المسدود وضرورة خروج المرأة، وليس أي مرأة، هذه فاطمة سلام الله عليها، لو خرجت مرأة أخرى مثلا، بعض النساء كان مثلا في معركة أحد وهي اليمانية التي سمح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمل العمود ومقاتلة الأعداء، عندما فروا بعض المسلمين من ساحة المعركة كان ظرف استثنائي سمح للمرأة عندما هي بادرت وهي توسلت برسول الله وتوسمت به خيرا أن يوافق على أن تكون هي من المجاهدين أو أن تنصر الإسلام، ولكن الزهراء كان بإمكانها أيضا أن تخرج في ذلك الوقت وأن تحارب العدو، وكانت مع رسول الله تداوي عندما جرح في معركة أحد، وقامت بعد ذلك بماذا؟ بحرق خرقة من الحصير ولف جرح النبي وإلى آخره ومداوة. أحسنتم، نعم، أي إنها قامت بماذا؟ كان بإمكانها أيضا أن تخرج لمقاتلة، ولكن كان هناك حدود شرعي وواجب شرعي على فاطمة أن تؤديه، وهو ماذا؟ طبابة الجرحى، وكان رسول الله على رأس الجرحى، إذن لم تقم بعمل غير ذلك مع العلم أن الضرورة كانت تستوجب، ولكن هناك من يسد، هناك من يسد هذا النقص، وهناك من يلبي هذه الدعوة ويقوم بواجب القتال أو المواجهة. بعد وفاة النبي الأكرم وهو إلى الآن لم يدفن، يعني لولا علي سلام الله عليه وبعض الصحابة المقربين المحبين والموالين لم يغسل ولم يجهز ولم يدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم انشغلوا مباشرة بماذا؟ بتقسيم الأرث وأرث الخلافة وما شابه. إذن هنا أصبحت الساحة فارغة، أصبحت القضية تتطلب خروج الزهراء سلام الله عليها لتلقي الحجة على الناس أجمع بأنها أولاً الشخص الأقرب لرسول الله صلى الله عليه وآله باعتبارها بنت النبي، باعتبارها أولاً الوريثة الوحيدة للرسالة أيضاً، ولذلك وكذلك للممتلكات العينية المالية وما شابه ذلك. فعندما خرجت الزهراء سلام الله عليها لتعلم الناس وتقول إنكم قد ظلمتم رسول الله وقد تجرأتم على رسول الله وعلى الإسلام وليس فقط على النبي بشخصه، لأن النبي يمثل الرسالة، لو لم تخرج فاطمة ما الذي سيجري؟ فعندما قامت الزهراء سلام الله عليها بخطوة الخروج وأدركت أهمية تلك الخطوة بأنها خرجت من بيتها إلى مسجد أبيها، لم تخرج إلى بيت الخلافة أو لم تخرج إلى مكان الأعداء موجودين ولم تخرج إلى بيت أحد من الصحابة. لو نتابع خطوات الزهراء كم هي رسمية في ذات الوقت وكم هي أيضا معبرة بدلالات ومعاني أيضا ذو أبعاد بعيدة المدى كبيرة، من حيث إنها خرجت من بيتها أي إنها مغصوبة الحق، أي إنها اعتدي عليها، أي إنها ماذا؟ تطالب أيضا بحق، هذا جانب. جانب آخر، خرجت إلى بيت رسول، إلى مسجد رسول الله تذكر الناس بأني أعود إلى ذلك المسجد وبأن هذا المسجد هو تأصيل للإسلام وتأصيل للدولة الإسلامية، وأيضا ماذا؟ لوجود الشرع، شرع الله سبحانه. إذن تحتكم لمن؟ لم تحتكم إلى حاكم معين، احتكمت إلى مسجد أبيها باعتقادها بأن هذا المسجد هو مصداق حقيقي وحاكم شرعي أيضا ووجوده شرعي وكل ما يصدر منه من حكم فهو أيضا ماذا؟ شرعي وإلزامي. إذا خالفتم أول من؟ خالفتم ما صدر من هذا المسجد. قضية أخرى، عندما خرجت مهرولة وقالت خلوا ابن عمي، قالت خلوا ابن عمي علي أو لأكشفن رأسي للدعاء، هددت المجتمع وحاولت أن تعري المجتمع من هذه القيم والمبادئ الزائفة التي خالفت مبادئ الإسلام والتي عارضوا فيها أيضا ماذا؟ مبادئ القرآن، لأنها بنت النبي ولأنها معصومة بالعصمة الكبرى وطاعتها واجبة اليوم، وكذلك خالفوا بذلك الاعتداء على أمير المؤمنين بحكمه ماذا؟
الإمام الشرعي اليوم هو المفروض ماذا؟ مفترض الطاعة. أحسنت. عندما تقول أكشف الزهراء سلام الله تكشف عليه. عن رأسها، هذا شيء يزلزل العرش. الزهراء تدعو على الأمة، هذا شيء أرعبهم. لذلك عندما خطبت الخطبة العصماء ضجوا بالبكاء والعويل. على ماذا اشتغلت فاطمة لتزلزل القلوب وتهيج في الأرواح هذا الرعب، بحيث انهم شعروا بالندم؟ ولكن ما الفائدة؟ قالت لهم بانكم بان قلوبكم معنا وعقولكم، ما مضمون طبعا الحديث، عقولكم مع غيرنا. لماذا العقول؟ لأن العقل هو من المعتقد والإيمان هو من العقل. نعم. إذن لو كانت عقولهم مع فاطمة لما أقدموا على هذا التصرف وهذا الفعل أبدا، لأنهم أحسنت. تجاوزوا بذلك كل القيم والحدود الشرعية، فخروجها كان تعري لهم وإلقاء الحجة عليهم بأنكم هذا ما فعلتم سيؤدي بي إلى ماذا؟ إلى خلع ستري، وهذا لا يكون ولا يجوز أبدا. إذن هذا هو الباب الذي فتحته فاطمة سلام الله عليها بجهاد خاص، جهاد الكلمة، فريد من نوعه وليس له أيضا مثيل، وليس فقط جهاد كلمة ولكن حقيقة جهاد فعلي واقعي أرعب الإمبراطورية في ذلك الوقت، وهو أحسنت. إلى اليوم يزلزل عروش الطغاة. أحسنتم كثيرا. على عجالة دكتورة مريم، دائما تستوقفنا عبارة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يصفها بأم أبيها سلام. وهي كانت فاقدة للأم، ويقال إن اليتم يتم الأم، كيف أصبحت هذه اليتيمة أماً لأبيها سلام الله عليها؟ كما هي أماً للأمة، اليوم جميعنا يستلذ بكلمة أمي فاطمة، وعندما نقول أمي فاطمة صدقاً نشعر بحضورها، يعني ليس فقط هي كلمة تقال، فأعتقد نحن يعني تلامس هذه الكلمة أرواحنا انطلاقاً من دور الزهراء في حياة أبيها. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عاش يتيماً منذ صغره، ولذلك هو كان بحاجة إلى عطف الأمومة باستمرار، فأعد الله سبحانه عز وجل فاطمة بهذه الروح وبهذا القلب الكبير ليسع رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو نبي الأمة وهو مسؤول الأمة، وكذلك هو أبو الأمة أيضا، أنا وأنت يا علي أبو هذه الأمة. ولكن الزهراء كان رسول الله صلى الله عليه وآله كان بحاجة إلى هذه الأم بعطف فاطمة وحنان فاطمة ومدارات فاطمة. بالدليل على ذلك كان عندما يعود من غزوة أو من حرب أو من أي تجارة كان يطرق باب فاطمة قبل باب بيته، كان يسأل على فاطمة قبل، وكان يقوم لها إجلالا، يعني حتى هو في جالس مثلا تطرق الباب أو عندما يدخل كان يقف ويتحدث مع فاطمة ويقبلها في رأسها. لماذا هذه الأجواء وهذا الشعور وهذا الارتباط مع فاطمة؟ يعني مثل ما تفضلتون هي يتيمة والمفروض فاقد الشيء لا يعطيه، ولكن الزهرة غير شكل، حقيقة غير شكل. الزهراء سلام الله عليها خلقت لتكون أما لرسول الله، خلقت لتكون أما للأمة، الأمة للمعصومين سلام الله عليهم. الزهراء بقلبها بتربيتها بتنشئتها تختلف تماما عن أي أم وعن أي إنسان، لذلك وفاة أمها سلام الله عليها خديجة لم يشعرها بالنقص أيضا لوجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يعوض كثيرا ويسد النقص، وكانت هي لأجل رسول الله تتحلى بالقوة والكياسة أيضا، والكياسة هذا شيء صفة يعني من صفاته سلام الله عليها، وكذلك شدة الذكاء وشدة الإدراك، هذه سمات يعني بديهية عند الزهراء، ولكن لأجل رسول الله كانت لا تشعره بحاجتها. موقف طريف أختم به يعني حديث هذا السؤال، كانت الزهراء قد تشققت يداها من الرحى، وكان أمير المؤمنين يعني يتأذى عليها كثيرا، لأن الزهراء يعني الزهراء سلام الله، فكان يتأذى لما تشعر به فاطمة وتعاني التعب وتشكي لأمير المؤمنين شكلا وليس لسانا، كان حالها يشكي لأمير المؤمنين، فقال للزهراء اطلبي من أبيك أن يوفر لك خادم. تخجل فاطمة من تطلب هذا وأوكلت الأمر إلى أمير المؤمنين، فتحذر قال لا أستطيع أن أطلب ذلك من أمير المؤمنين، فذهبت إليه، قررت بعد ذلك أن تذهب إلى النبي، ذهبت وجدت عنده سلمان، فقال بك حاجة يا فاطمة؟ قالت لا أتيت لأسلم عليك، وخو يشعر النبي يعرف ابنته إذا كانت تريد. فعندما انتهى من سلمان جاء إلى بيت فاطمة وقال جئتيني بأمر ما؟ قالت لا يا أبا. قال أمير المؤمنين إن ابنتك تخجل أن تطلب منك جارية أو مرأة تساعدها في عمل البيت كون فاطمة تشققت يداها من الرحم.
فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وقال أتخجلين مني يا فاطمة؟ فيعني شلون نوصف الزهراء سلام الله عليها بهذا الخلق؟ إحنا اليوم يعني مثلا هذا الشيء لو نطبقه صعب بحياتنا اليومية مثلا؟ حقيقة أنا أتساءل، أسأل نفسي وأسأل الجميع، صعب أنه إحنا نكون بهذا الحياء وبهذا الخجل الذي رفع مكانة الزهراء عند أبيها، بل هي دائما كانت عزيزة ومجللة ومكبرة وعظيمة بكل ما أتيت به وبكل ما أتت به فاطمة. هذا شيء جانب قدسي وجانب عصبة، ولكن بصفاتها وبأخلاقها وبتربيتها أيضا، هي لماذا كانت تقوم بهذا فاطمة؟ لماذا أصر النبي على توثيق هذه الأحداث لتصل إلينا؟ لنكون أيضا نحن نموذج أمثل كفاطمة سلام الله عليها، أقلها بتفاصيل حياتنا اليومية، بأن نتعامل مع منهم في البيت بحسن وبأخلاق، بأن يعني لما أطلب فد قضية معينة أو أريد فرد شيء لا يستثقل ولا يكون هناك مرارة في تلبية الشيء لأني لا أطلبه بذوق أو كثيرا. ففاطمة كهذه خلقت لأن تكون أما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ذو شجون عن فاطمة سلام الله عليها، وخصوصا في هذه الأيام، أيام شهادتها المقدسة، كل الشكر والتقدير إلى الباحثة الإسلامية الدكتورة مريم الياسري على ما تفضلت به في هذا الجانب. اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام أن ننتقل إلى فقرة أخرى من برنامجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ومعنا الآن كتب عديدة ومصادر عديدة ومؤلفات لكتاب وعلماء وباحثين دونوا فيها معلومات عن الزهراء وحاديث وروايات والشعر أيضا عن سيدة نساء العالمين. نحاول نستعرض في هذه الفقرة مجموعة من الكتب، وإن شاء الله نكمل بهذه الأصدارات وهذه المؤلفات في حلقات أخرى. معنا الآن كتاب تفضيل السيدة الزهراء عليها السلام على الملائكة والرسل والأنبياء، تأليف الشيخ وسام برهان البلداوي. أيضا هناك إصدار آخر وهو عبارة عن سلسلة وثائقية وسلسلة بحثية علمية صدرت عن العتبة الحسينية، وهي فاطمة في نهج البلاغة، تأليف السيد نبيل الحسيني الكربلائي. أيضا عنوان آخر هو تجليات النصرة الإلهية للزهراء المرضية عليها السلام، تقرير لمحاضرات آية الله السيد مرتضى الحسيني الشيرازي. وأيضا كتاب آخر وهو فاطمة الزهراء قدوة للصديقين، تأليف السيد محمد تقي المدرسي. لنرى ماذا جاء في هذا الكتاب، نحاول نقرأ بعض هذه المعلومات المهمة التي وردت في هذا الأصدار. هناك عنوان يقول الزهراء مدرسة متكاملة، ويقول السيد فيه جاءت النظرية الإلهية لتنسف روح الاستعلاء والسيطرة العنصرية للرجال على المرأة، هذه السيطرة التي ظلت سائدة في مجال التعامل الاجتماعي مع المرأة على طيلة قرون عديدة، وهي للأسف ما زالت حتى في المجتمعات الغربية التي تدعي تحرر المرأة وإعطائها حقوقها. وكان من نتيجة تلك النظرية العادلة إن ظهرت نساء ارتفعن سموا إلى منازل القدوة في جميع الخصال والصفات الرفيعة السامية، فتراهن مثال الشجاعة والصبر والمقاومة والتحمل حين الإقدام والمبادرة إلى رفض الظلم والتجبر والطغيان، فإذا بهن قمم شامخة في الشجاعة والجرأة والعلم والتقوى وكل معالم الفضيلة والأخلاق الرفيعة وآفاقها الواسعة. أيضا عنوان آخر في هذا الكتاب هو الزهراء خلق عظيم، ونحن في رحاب الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ينبغي أن نتعرف على مدى علاقتنا بالسيدة الكبرى عليها السلام، بل وكيف نستطيع أن نكون من شيعتها حقيقة، وقد فطم الله شيعتها من نار جهنم، إذ جاء في حديث شريف إنما سميت ابنتي فاطمة لأن الله سبحانه وتعالى فطمها وفطم من أحبها من النار، فإن لها سلام الله عليها وقفة على الجنة
كما في الرواية، فإذا صارت عند باب الجنة تلفتت فيقول الله: يا بنت حبيبي ما التفاتتك وقد أمرت بك إلى جنتي؟ ارجعي فانظري من كان في قلبه حب لك أو لأحد من ذريتك، خذي بيده فادخليه الجنة. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. أيضا نحاول نقرأ في كتاب تجليات النصرة الإلهية للزهراء المرضية عليها السلام للسيد مرتضى الحسيني الشيرازي، لنرى ماذا جاء في أحد هذه العناوين المهمة. النصرة بمقام القرب لدى رب الأرباب، التمحيض في المناجات والذهول عن الحوائج. إننا عندما نذهب إلى الحرم الشريف والمرقد الطاهر فلا شك أنه توجد لدينا حوائج نطلبها لأنفسنا وذوينا ومن يهمنا أمره. فتوسط الأمير عليه السلام عند الله تعالى لقضاء تلك الحوائج، وهو أمر واضح ومقبول وصحيح، ولكن مرتبة أهل البيت عليهم السلام والزهراء سلام الله عليها أسمى من ذلك بكثير، فهم غرقى في العبادة والمناجات بحيث لا يفكرون حتى في الحوائج. حالتهم هي هذه حقيقة، بحيث أنه لو لم يكن هناك أمر إلهي صريح بالتجريد أحيانا من هذه الحالة والالتفات للحوائج للبثوا فيها دوما وأبدا. تقول الرواية والتي تكشف عن بعض مقاماتها عليها السلام: إن الزهراء عليها السلام قالت وهي تخاطب أمير المؤمنين عليه السلام: كان عندي ثوبان، أحدهما قديم والآخر جديد، وكنت جالسة للعبادة ليلة الزفاف، فإذا بسائل ينادي: يا أهل بيت النبوة ومعدن الخير والفتوة، أعطوني ثوبا قديما فإني فقير، فأعطيته ثوبي الجديد. فلما أصبح الصباح غدا علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجهه المنور فقال: أين ثوبك الجديد؟ ما أراك تلبسينه. فقلت: ألم تقل إن الصدقة باقية؟ فإني تصدقت به. فقال: لو تصدقت بالقديم ولبست الجديد فهو أرعى لزوجك وللفقير أحفظ لك من حرارة الصيف في أيام الصيام. فقلت: لقد اتقيت بك يوم تزوجت بخديجة، فبذلت ما لها وجاءك السائل فأعطيته ثوبك وتشملت بالحصير. هكذا كانت سلام الله عليها قدوة للأولين وللآخرين. إن شاء الله نحاول أن نقرأ كتب أخرى ومصادر أخرى في حلقاتنا القادمة. حتى ذلك الوقت لكم مني تحية وسلاما، نلتقيكم على خير في الحلقة القادمة.